أشاد وزير الخارجية سامح شكري بما شهدته العلاقات الثنائية بين مصر وليتوانيا من تطورات إيجابية وانعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة بين البلدين على المستوى الوزاري. وخلال لقائه مستشار حكومة ليتوانيا في العاصمة فيلنيوس، أكد شكري الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن الإلكتروني والزراعة. وأشار المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد حافظ إلى أن شكري دعا لاستفادة الشركات الليتوانية من الفرص المتاحة في السوق المصرية.